يا سلام بهرتني. انا بستغرب ازاي عالم الكتروني زيك عايش طول النهار بالزراير يعيش فيها بالليل كمان. امال عايزاني اعيش في ايه؟ في عشه؟ في كوخ؟ المفروض ان الواحد لازم يحس بفرق بين مكان عمله وبيته. متهيألي ان الديكور ده كان ممكن يبقى ابسط من كده بكتير. انا راجل احب اعيش عصري. يا سلام. طيب المهم 15 يوم عشان اقدر اقابلك واعمل معاك الحديث ده. انا اسف بس انت كنت بتجيلي المكتب وانا عندي مكان العمل مقدس للشغل وبس. امال هنا عشان ايه؟ عشان الاحاديث الصحفيه. يا سلام. يا ترى الحديث ده هيتنشر ولا هيشيله رئيس التحرير زي بقية موضوعاتك؟ لا اطمن هتتنشر. اصلك ما قلتش حاجه تستاهل ان رئيس التحرير يشيلها. وطبعا الديكورات الخرافيه دي مش هتهمه في حاجه. عاوز تتكلم عن ايه كمان؟ انت صحفيه مش انا. اسالي. طب ايه رايك في المراه العصريه؟ المرأة العصرية. انت عارفة قدي انا مؤمن بالعلم والحضارة، ومع كده بحس كتير ان الانسان العصري فقد حاجة مهمة، يمكن العاطفة، يمكن الاحاسيس، يمكن المشاعر. العالم الالكتروني الشهير اللي مؤمن بالعلم والتكنولوجيا في كل حاجة حتى في فتحة الستارة والبار، يجي لحد المرأة وعاوزها باحاسيسها ومشاعرها البدائية. تعرفي انا ساعات بحسد البواب بتاعنا عشان اتجوز واحده خام من الارياف. يا باش مهندس دي ما تبقاش ست، دي تبقى فابريكه اولاد تخبط البصله وتجيب نص داسه عيال. الفطره البدائيه، الطبيعة اللي العلم والحضارة حرمونا منها. بتضحكي على ايه؟ اقول لك وما تزعلش؟ قولي. بتخيل علاء بهجت العالم الالكتروني الشهير مع واحدة فلاحة جاية من ورا الجاموسة. مدهش. الله، مالك سرحان في ايه؟ اكيد هيبقى لها طعم تاني زي طعم الفاكهة والخضار الطازة اللي لسه مقطوعين من الغيط بخيرهم، وزي ريحة النجيل الأخضر وهو لسه مبلول من ندى الفجرية. ايه الشعر ده كله؟ كنت فين؟ خضتني. ايه ده، مفاجأة تانية؟
اشتغلت معايا في فيلم وكر البراغيث. فعلا صحتها كويسه ودائريه، بنت حلال اشريه يطمر فيها اي حاجه ان شاء الله نابالم. بتي انا استعني يبكي وينزل بوس في ايدي، لما يغيب عن عيني شويه ينسى وينزل ضحك علي، تبقى خيانه بعد لقانه، انما اثبت بس يا بيه واللي في قلبه ما بنش عليه ما بنش عليه ما بنش عليه. قانون وعدالة ما كانوش طلعوا بأي كفالة، مكر تعالب شغل مقالب، أمال بس هقول لك إيه واللي في قلبه ما بنش عليه ما بنش عليه ما بنش عليه. سمعي سمعي، طب اللي تسكتين زي النايمين على حمالة، بنغني علينا أمال عالمين واحنا ناس مش رجالة. ليه بتقطعوني؟ علشان قاعدين وعلينا اتهامات من آلة، انا بقى مندوب على المتهمين. اتفضل هنا عندي تعالى اطلع 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 اطلع. وياك توكي نقصد تسجيل من كل الحاضرين في الصالة، انتوا نعوزتوا حياة زوجية بتمثل حب وحنية وتدوروا على واحدة غنية حتى ان كانت عمرها مية، لاجل عريسها يبقى وارثها ويقول توتو بدل يا ولية. رأيكوا ايه؟ ردوا يا ستات ردوا يا ستات ردوا يا ستات. دول عايزين مسحش شنبات. ايوه صحيح ايوه صحيح، ده انتوا فلحتوا الراجل فلقة بعد ما داب واندلقت زلقة، في أزواج تترن العلقة وما تقايز وتقو في طلقة، تلقى النفقة من غير شفقة دفعي حبس ويا ما هتلقى. رأيكوا ايه؟ ردوا يا رجالة ردوا يا رجالة. دول عاوزيننا بدل شنجالة. ايوه صحيح ايوه صحيح. من آدم مش من حواء. لا 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 من حواء مش من آدم. آه لو كان في الجنة تروى ولا كلش الدفاع يا عالم. من آدم مش من حواء. لا 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 من حواء مش من آدم. شوفي يا ستي نتيجة غلطه حد يسيب الجنة ويمشي. والله يا ريتهم بعد ما هبطوا طلعت حواء ما بتخلفش. من آدم مش من حواء. لا 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 من حواء مش من آدم. احنا نجدوا للحق ما بيننا وبينكوا زمالة، مهما بيحصل ولا ما يحصل بالخناء. لا الستة تقدر تستغنى عن الرجالة. لا رجالة فيهم تستغنى عن الستة. لا الستة تقدر تستغنى عن الرجالة ولا الرجالة فيهم تستغنى عن الستة. عزمتها تيجي تقعد معانا، أو لما تيجي بص حد يسيب القطة الصيانة دي ويمسك في البلدي. بس البلدي دي بتخربش يا صاحبي. لما تشوفك مع الزعيمة مش هتقدر تناوله. بس دي حركة فيها ندالة قوي.
مالكش دعوه بوسبس، انا هريحك منها. هتعمل ايه يعني؟ عادي، هوعدها بالجواز. لا 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 مين؟ شوقي؟ سلخانجة حلوة. انت ايه اللي جابك هنا؟ قلت نعمل اجتماع مغلق. اكيد جرى لمخك حاجة. انت عارفة كويس ايه اللي واكل مخي، ولعبة حوريني قطيطة ما تنفعش معايا. اعقل يا شوقي، اذا ما كنتش خايف عليا خاف على نفسك. اللي عندك دلوقتي عيشك ملك، وكفاية طمع بقى. انت عامل فيك ايه الطمع عند العادي؟ انا قلبي عليك يا شوقي، انا اقدر ادخلك السجن باشاره واحده من ايدي، واحسن لك تلايمها وتفضك من الموضوع ده خالص. شوفي بقى، انا اديه لك لشيء، انا ادغدغه اذا كان حيدي علينا. نبي كدبك مكشوف ابعود ملفوف. ما تحطش ايدك عليا. ليه؟ شفت لك حد تاني يشاركك فيه؟ مالكش دعوه. ده لما يكون ابليس مش هخلصك مني. دستور يا اهل البيت. اسم الله على بيت الادب. هي دي العينه؟ متأسف سعادة البيه، أنا حمادة. اترازل، عامل لك اجتماع مغلق. إيه ده؟ تعالى. معلش يا حمادة، ما تاخدش في بالك، أنا بس كنت مستني يضربني بنية واحدة وكنت حجري على بره على طول. قلبك أبيض. المهم يلا بينا أعرفك على واحد صاحبي. أغير هدومي وحصلك بسرعة، ما تأخريش لحسن حمادة الوحش يزعل. واحد سونيا يا جماعه. سونيا، يا سلام، حته صوت يجنن. الحقيقه كلها تجنن، حفله كل شهر بس. وتقول بقى وفي حاجه؟ لا ابدا مفيش حاجه. مالك؟ لا ابدا مفيش حاجه. انتوا هتكملوا فين؟ مطرح ما تكملي يا روحي. طب ما تيجوا تكملوا عندي. ده كرم كبير قوي منك. معاك عربيه؟ وعليها نمر جمرك كمان. طب هات المفتاح. حاضر، هحط هدومي لحد ما تحاسب. يا ريت المفتاح. شفت الخازوق ده؟ قدك المياس يا عمري يا بوبي بانفال في فانتابي. إني أغرق أغرق. أحب البطاطا. تعالي يا بيضة تعالي. بطلوا حلاوة بقى، هريتونا. إيه الحكاية؟ أقلحولة؟ والله فكرة جديدة نوفي، بس يعني تهوسيني اكتر. انا ما احبش الاسطوانات. هو انا ما احبش الاسطوانات ابدا. اسطوانات مين؟ انت احلى شريط تسجيل هسجله في حياتي. من قلبك؟ هاتي بصي شوفي. سمع ايه؟ جرس التليفون. يا مدور انت. الو. ايوه مين؟ انا شاوي. الزيت اللي عندك دي عامله لي اجتماع مغلق؟ خير، في حاجه؟ انا جاي لك دلوقتي. لا لا، يعني ايه؟ افهمني كويس، انا عندي ضيوف. خلاص منهم، انت محتاجه لهم في ايه؟ هتفهميني بكره؟
اكيد جرى المخك حاجه. اف امتى اخلص؟ مين ده؟ ده المحاسب. محاسب؟ انت عندك محاسب؟ اه طبعا، عشان الضرايب. الضرايب؟ انا ابني الضرايب ما بتهاوبليش، حطاني في شريحه المعدمين. وانت بقى اللي زيك، الضرايب تحاسبه ازاي؟ على الواحده. قصدك على واحده ونص؟ لا، سيب لنا النص نهز ونشتغل بيه. الله الله، ده احنا روقنا قوي. بقول ايه، اذا كان الواد المحاسب ده تعبك، خلينا انا حاسبك وانا هريحك قوي. يا ريت. خلاص احنا فيها، وريني شريحتك كده. الله، الليله كلها معفاه من الضرايب. العب يا بوشكش. انت لابس ليه؟ انت لانك مش متجوز؟ لا ابدا، دي اصل يعني زي ما تقولي كده وراثيه. الدبله ولا صاحبتها؟ الاثنين. حكيم، انا من عيله محافظه، محافظه اسيوط. طب اسمها ايه؟ الحي ولا الحركي؟ ظهر انك بتخاف منها. هي مين؟ طب اوصفها لي. اوصفها لي. اوصفها لك انا؟ ليه؟ تعرفها اكتر مني؟ انا برضو ليه وجهه نظر. المهم وجهه نظري انا. انا اصلي شايفها اكتر منك. يا خرابي، شايف مراته اكتر منه؟ لا استني، قصدك ايه؟ ده انا كنت اشرب من دمك. وليه ما تشربش هي من دمك؟ ها، عشانك انت يا راجل. ده انا بهزر، عشان سونيا اهي جايه. حي، انت زعلان ليه؟ هو انت متجوز؟ اسمع اسمع، هات مفاتيح عربيتك. ليه؟ محدش هيفكر ان يجي وراك وانت في عربيتي. يلا. بزمو ايه يعني؟ ما بلاش مقاوحة، احمد ربنا النور طفى. اسبقوني على البيت واوعى تولع النور لما ارجع. افتح عربيتي اهو. بقول ايه؟ مراخيري يا اخي. مش تحاسب. هنسيب كميليا في المولد ده ولا احنا هناخدها معانا؟ طب اسمع، ايه؟ روح انت وابقى حصاني. ها، واقول لها ايه؟ عارف اتصرف يا اخي. معلش كنت بقول لك. طب رايح فين؟ مالكش دعوه. طب هات فكه معيش حق التاكسي. هقول لك انا عارف اسود. ده اخر امان، هخلص نمرتي وحصلها. المفاتيح، بقول المفاتيح. ما تمشيش قبل ما اجيلك.
راسي مجري، عايز اعمل اجتماع مغلق. ممكن اكلم مفتش المباحث؟ معاك يا فندم. ايوه حضرتك. اذا كنتوا بتدوروا على شوقي السلخانجي، هو موجود دلوقتي قدام الاوبرج في عربيه 62-18 جمرك اسكندريه، ومعاه شنطه فيها 20,000 جنيه مزيفين. ايه ده؟ ايه؟ شفت عفريت؟ انت ايه اللي جابك هنا تاني؟ جاي عشان الاكلاشيه والعمله، الاصل والصوره. بقى سايبهم لك في العربيه. العربيه مشيت والشنطه في الشنطه. وانت ايه اللي نزلك منها؟ اصل شمام اشم ريحه البوليس حتى لو مكمميني. يا سلام، وش عرفك انه جاي علشانك؟ ما قدرتش استنى اما اساله، قلت اسالك انت. قصدك ايه؟ واذا كنت مخونني بتسالني ليه؟ عشان انا يا قاتل يا مقتول، العربيه مش بعيد عن ايدي، ان شاء الله تطلع القمر. مين؟ انا احمد. احمد؟ احمد ابو العينين؟ ازاي غير روحي؟ افتحي الباب يا عدوله. مش معقول. ما انا اللي معقول. سيبينا لوحدنا يا عدوله. اختار ليه؟ تفضلي. ايه دي؟ مش عارفاها ولا مش عايزاها؟ مش دي برضو شنطة هدومك؟ أنا ما كنتش أقصدك أنت. وحتى لو كنت تقصدي ما كانش هيحصل لي حاجة. إيه ده؟ شوف يا سونيا، أنا هقول لك 5 كلمات تعمليهم عقد ما تقلعوش من رقبتك أبدا. إيه هما؟ أخطر المجرمين من عرف القانون، وانا بقى عندي دكتوراه في الاجرامولوجي. مش باين عليك والنبي. الداخليه بتعمل لي حساب 1000 مرة قبل ما تسالني سؤال واحد. طب وسابوك ازاي؟ هانم، دول كذا مره يشوفوني بطير رقاب ويقولوا لي الله يسامحك. ليه يعني؟ عارفين انهم مش هيطولوا مني لا حق ولا باطل. يقدروا يعتبروك من الخاطرين على الامن وينفوك. عملوها مرة، تاني يوم بعتلهم الأب الروحي 12 محامي مسلح من أمريكا وإنذار من المافيا على يد محضر بإطلاق سراحي وإلا نقط. سامحني يا أحمد، نفسي مرة أقابل مجرمين جدعان، الواحد يخطف يذبح يزور وهو مطمن، مش كده؟ يعني ايه؟ يعني مش هتسامحني؟ ما كنت قلت لهم عليكي، ما بصمتك على المفاتيح وعلى الشنطة وعلى جتتي انا كمان. تبقى بتحبني. انا احب البنت المفنطة المخلصة اللي تخويني مش تحاورني. عهد مين ده يا احمد؟ عهد الله. انا حاسه زي ما اكون عشت طول عمري غرقانه، ودلوقتي بس لقيت الخشبه اللي اتعلق فيها. انا خشبه برضو؟ انا حسبت لك ان سونيا بنت مخلصه اخر مخلصه، وعجبك قوي يا ابو حميد. ازاي؟ مش هنا. امال فين؟ في البيت. السونيا ايه؟ خد. ايه ده؟ ده مسدس من بتوع شوقي، اصله ما بيمشيش غير بطبنجتين، بس مش عارفه حاطط الرصاص فين. احسن استنى اعملي معروف، بلاش الرصاص ده بلاش. اصلي كنت شلت كل حاجه لما البوليس فتش البيت. والبوليس له عندك ايه؟ البوليس عارف كل حاجه، فتش وفتش
انما اكلاشيه مفيش. سيبك انت، الواحد دلوقتي ما يخافش عليك ابدا ابدا. كان يتخاف عليا قبل ما اعترف فيك، انما دلوقتي اللي عايز يخلص عليا لازم يخلص عليك. يا واد يا مخلص انت يا مخلص، يا سلام على طيبه قلبك. احمد، عيون احمد. ايه اكبر حاجه تربط الست بالراجل؟ والله ما انا عارف. الله، ما تخليك حدق امال. المأذون طبعا، اتجوزني يا احمد عشان تبقى ملكي لوحدي، وانا كمان ابقى ملكك بكل اللي عندي. كل اللي عندك ونبقى واحد، ما يفرقناش حتى البوليس. بذمتك مش الجواز احلى؟ عاملين الاجتماع مغلق. لمؤاخذة اكون عطلتكم. ابدا، انت هنا في بيتك يعني. مين البيه؟ شوقي السلخانجي. ابو طبنجتين. ايوه. يا سلام. طب يا راجل مش تقول كده. انا طول عمري بسال نفسي، قول يا ربي، هو الواحد يعني ملوش في الطيب نصيب؟ راجل كبار زيك الواحد يتمنى انه يقابله. راجل مفيش في الدنيا يا اخوه، راجل مفيش اجدع. اوعى بالغلبه. طبعا انت عارف انا جاي ليه. يا استاذ انت بتتجاهلني يا استاذ. فين الاكلاشيه؟ احمد يا استاذ رد عليا الاول، ولا يعني مش مالي عينك. مش مالي عين. يبقى تفهمني كده بقى، مش تسيبني كده على عماية. لا، الدنيا النهارده هات وخد. والله عندك حق. مش كده؟ طب هات وشك. اتفضل. خد كسر ايدك. ما تحشنيش. انت قد الحركه دي؟ تحب اوريك؟ يا عم يا عم انا بسال سؤال، لا عايزك توريني ولا هوريك. انت ده ما تخلعش اللي يوريني. حماده حماده، تعمل ايه عندك؟ اقول ايه؟ بلاش طولة الايدين دي. استنى انت، مفيش اكله شيء. ده اخر كلام. مع السلامة. طب معلش، حقوقوا عليا. كلام فاضي ولا ماضى كده وقلة ادب. انا بقى خليك تعمل عيش وبعدين بقى خشيني. اذا كنت فرحان بالاكله شيء اللي في ايدك، فانا في ايد مراتك كاميليا. يعني كل واحد منا في ايده اكل شيء. لا ارجوك، اذا ما وصلنيش الاكل شيء في 24 ساعة هعمل لها اجتماع مغلق. حرام عليك، دي كاميليا مالهاش ذنب. واذا صدفة البوليس هوا بناحيتي هقطعلك رقبتها. تليفون اهو، حاب اقول لك تقابلني فين. مع السلامة. باي باي يا مجري. والله عرفت تلبسني العين يا راجل يا كوارك. انت سونيا اخرس لحدك على حنطور عينك. دي حاجه قديمه يا سونيا. من محافظه اسيوط مش كده؟ ويا ترى الهانم برضو بنت مفنطه ومخلصه اخر مخلصه. انا هقول لك الحق يا سونيا. الحق اللي على لسانك ولا المخبيه؟ كاميليا مالهاش ذنب. وانا ذنبي ايه؟ ولا انت كمان لك ذنب. دي فرغت عين واخرتها نلبس احنا العيب وتطلعوا انتوا ملايكه ونطلع احنا في الاخر شياطين. سونيا كاميليا هتروح في شربة ميه. يا سونيا ما حفظتش عليها ليه؟ مادام بتحبها وبتموت فيها قضايا كده. نجيها يا سونيا،
ان شاء الله اروح انا في 60 دهب ان شاء الله. دي روحي كل حاجه في حياتي، كل حاجه ضيعتها وهضيع من بعدها. اقسى عليكم رجاله ما عندهاش ضمير. حصيبك النبي تفوقي، حرام عليك يا شيخ. ده انا قلبي اتسرق. هلا بيا انت عايزاني اعمل ايه بس عشان تصالحيني؟ اطرح نفسي؟ طب ايه؟ يلا موت. ايه اللي بتعمله في نفسك ده؟ يا سيدي انا مش مهم، شوفها هي. طب شيلوها دخلوها في اي اوضه، معقول كده؟ اشتدوا معاك بالراحه عليك. حول الله يا رب. اسم الله عليك يا حبيبتي، الف بعد الشر. بسم الله الرحمن الرحيم. اسند يا اخويا معايا. يا حول الله يا رب. ربنا يستر. اللي صابك يا الف بعد الشر، ان شاء الله اللي كان السبب. ده مش راسي بس، ده انا كل فدى المهلبيه. خلاص بقى انت مهلبيه، حصل خير؟ ممكن تتفضلوا حضراتكم بقى عشان اعرف اشوف المريضه. يلا يا اخوانا كل حي يروح لحاله عشان الحكيم يعرف يشوف شغله. طب والنبي يا اخويا خلي بالك منها. ربنا يستر بقى. لو سمحت اتفضل بره. ده انا عبد رب. برضه اتفضل. انا الحدق. ما يغركش منظري كده. انا مش فتوه، ده انا جزء. لا مؤاخذه انا اسف. وانا على كل ان انا هقعد ساكت خالص مش هفتح بقى. اهو. سلام على المهلبية. لا مؤاخذة يا دكتور، مش قادر مش قادر. أمان عليك يا شيخ، تخليك حنين عليه، ولما تفوق قول لها تسامحني، وهو برضو كلمتين حلوين من كلام الدكترة فيهم الشفا. حاضر. طمنا يا دكتور. اطمن قوي، ما عندهاش حاجة. يعني لا مؤاخذة ما يلزمهاش دواء، اوبر، برشام، لبخة. هي بس أعصابها تعبانة شوية، وأنا هكتب لها على دواء يهديها. ينصر دينك يا شيخ، أهي أعصابها دي سبب البلاوي كلها. كلمة واحدة أرشلي تخليها تطيح في البيت زي الطبق الأعمى. لكن أميرة قوي، كلمة حلوة تخليها تروق وتحلى وتبقى زي الزبدة السايحة. لو حصل اي حاجه بعتولي، انا في العماره اللي قدامكم عن مصر. اتفضل. ونعم الجيره. ولا مؤاخذه اسمك كريم ايه؟ مجدي امين. اجدع ناس. محسوبك عبد رب الحدق، ملك الخرده. لا مؤاخذه يخش في استخصاصي، عربيات كهنه، لواري، مكن ميه، حتى بالعافيه الطيارات عندي كافه ماركاتها. بس انت امر. متشكرين قوي. العفو يا دكتور، مع الف سلام. جبنا رمشتة الدواء وجبنا كف. الله. الو. ايوه يا فندم. انا اسفه يا دكتور، مهلبية. انا طبت خلاص، ما دام زارني احسن دكتور في مصر. بقول كده عشان انت عرفت ان انا ما عنديش حاجه. والنبي يا دكتور ما كان عندي حاجه. بس انت عصبيه شويه. وايه بقى حكايه الاطباق اللي انت بتكسريها دي؟ اهو من ده كل شهر يا دكتور،
وساعات كل اسبوع حسب الاحوال. على العموم بشتري صحون مخصوص للتكسير، وساعه الخناقه ازعق واقول يا بيت فين صحون التكسير. لا ده انت زيارتك خطر. باين عليك انت اللي خطر. هتشرفنا امتى باذن الله؟ انا تحت امرك، بس انت ما عندكيش حاجه خالص. يا سيدي بلاش تزورنا بصفتك دكتور، احنا مش جيران ولا ايه؟ اه اذا كان بصفتي جاركم طبعا يبقى لي الشرف ان ازوركم، لكن قوليلي انت ليه كنت شاكه في التهاب المسرى الاعور؟ انا ملتهبه، ملتهبه على الاخر يا دكتور، وهلتهب اكتر النهارده الساعه 9. لا وحياتك اوعى تتاخر، 9:05 الالتهاب هيعمل انفجار، وانا ماليش دعوه، تبقى انت المسؤول. مع السلامه يا دكتور. انا مستنياك من قبل الميعاد بساعة. بس انا جاي في الميعاد بالظبط، وانا احب الراجل اللي مواعيده مظبوطة. اتفضل. امال الاستاذ عبد ربه فين؟ الحدق سفرته اسكندرية هو والواد. ويا ترى ايه اخبار الالتهاب؟ راح طلع لفوق. ياه بسرعة كده؟ ده انت اول مره تشوفيني دلوقتي. مين قالك كده؟ آه انا جيت وانت تعبانه واديتك حقنه منومه. وبعدين قصدك حقنه منبهه؟ انا متعوده عليهم، البنج ما بيأثرش فيا، اصلي سوابق مخدرات. لا متشكر ما بشربوش. اجيب لك كاس، اظن الويسكي مش عيب. ما قلتليش ايه رايك في الفستان ده؟ الحقيقه شيك قوي، يجنن عليكي. انا الليله دي حاسه اني عروسه، نفسي البس لك 20 فستان. اظن مش مصدق اني شفتك قبل كده. اولا انا حافظه وشك حته حته، ومن يوم ما سكنت قدامنا وانا بشوفك يوماتي، الصبح وانت خارج بالعربيه وبالليل وانت راجع، ويوم ما شفت صورتك في الجورنال قمت خليتهم يقولوا لي الكلام اللي مكتوب تحتها، ولما عرفت ان الدكتور قلت اعمل عندي التهاب في المصران. ولولا دبت خناقه بيني وبين الحدق كنت جيت لقيتني مستنياك. ايه رايك بقى؟ هتقول عليا ست وحشه بخون جوزي وبحب الناس من البلكونه؟ الو ايوه اسكندريه. طيب ده الحدق لازم يكلمني في التليفون ويقول لي على كل تحركاته. الو ايوه يا عبدو، ازيك وازاي الواد؟ وصلتوا بالسلامه؟ طب عملت ايه من ساعه ما سبتني؟ ركبت المجري وشربت ازازتين بيره ورحت دورت الميه مرتين. يا دهمت شوية، وحشتيني يا روح قلبي. يا ترى عاملة ايه من غير يا مسكينة؟ تلقيكي هتتجنني وانت محبوسة لوحدك في وسط 4 حيطان. لا اطمن. الله نفسك حلو قوي. بقولك ايه، الدكتور مدي هنا قاعدين معاكي يسليكي شوية. اسمعي امسكي فيه بايديكي واسنانك، اوعي تخليه يمشي. اعملي له قهوه وشاي ان شاء الله يا رب يطلب محشي تحشيله. المهم يقعد معاكي ويأثر عليك الوقت. الو الو ايوه يا اخي مده تانيه. اما ايه اللي تزوق بصحيح؟ واحد والجماعه بتوعه بيكلموا بعض، خش عليهم الخط بغير يا احمد دستور ليه؟ اسمع بقى. الو الو ايوه يا روح عبده
أسكر أنت يا جميل. يا راجل اختشى عيب، أنت عجزت على الحركات دي. طيب طيب، مع السلامة بقى. يوه، مع السلامة. لما هتعرفه كويس هتحبه، أصله طيب قوي. يوه يقطعني، نسيت أقوله جيب حتة قماش لأمي. هي والدتك عايشة معاكي هنا في البيت؟ أولا أنا ما أقولش والدتي، اسمها أمي. ثانيا أنا مأجرة لها شقة لوحدها. جربت كتير تعيش معايا مفيش فايدة، كانت بتوقع بيني وبين سعادته، طمعانة فيه وعاوزة تستغله وتاخد فلوسه عمال على بطال. أخ يا ريتني كنت من غير أم. هي سبب في اللي حصل لي. ليه؟ أنا يا سيدي وعيت على نفسي في بيت من 4 أوض، بنام أنا وأمي مع راجل في أوضة منهم. فضلت على الحال ده سنين، وبقيت لعبه في ايدي اللي معاه تمنها، لغايه ما الحدق طب البيت حبني وطلب ايدي وافقت. اصله كان حنين قوي، وكمان كنت عايز اخلص من القرف اللي انا فيه، وبقالي 10 سنين متجوزاه عمري ما خنته. كل حاجه جابها لي الحدق، الفيلا والعربيه والخدامين، الا الحب. الفراغ اللي انا عايشه فيه هيموتني هيجنني. عرفت بقى ليه ياما اتمنيت ما يكونش ليا ام؟ انا زهقتك بكلامي. بالعكس انا مستعد اقعد اسمعك للصبح. والنبي صحيح يعني اكلمك كل يوم؟ يا ريت. وتكلمني؟ ايوه. وتطمني عليك وتقولي رحت فين وجيت منين وشفت مين وقابلت مين؟ طبعا. وغير عليك؟ وغير عليكي يا حلاوة. بقيت أحن للعيش أكتر ما بحن لبيتي اللي فيه جوزي وابني. أنا خلاص يا مجدي اتعودت عليك، مش هقدر استغنى عنك أبدا. أنا كمان يا مهلبية. تعرفي لما بتوحشيني وما أقدرش أشوفك بعمل إيه؟
باجي هنا لوحدي واقعد افكر فيكي. لا، الشقه دي ما تخشهاش من غيري ابدا. اوعى تكون بتخني، انت عارف وديني هقتلك يا مجدي. حاضر يا روحي، حاضر، ما تزعليش. اهلا اهلا اهلا، انت فين يا دكتور؟ ده انت بتوحشنا خالص يا راجل. اهلا اهلا بيك يا معلم. ده النبي وصى على سبع جار. معلش اصل شويه مشاغل. ازيك يا مدام؟ ان شاء الله تسلم، وحشتنا. اتفضل، الصحبه كلها في استنزارك. اتفضل. السلام عليكم. سلام عليكم الله وبركاته. اوعى له عبده عشان يقعد على شاطه المعلمه. اتفضل. فينك يا دكتور؟ ده انت اخر قاعدة سلطانة قعدتها معانا كانت تيجي من شهر. معلش اصل الحقيقة يعني. ايه، اوعى تكون اتجوز. اه ايوه خطبت. الف مبروك بحق جاه النبي، ده انت تستاهل سنيورة. امير وطيب وابن حلال، ده كفاية اخلاقك الحلوة يا سكرة. الله يخليك يا معلم. مساء الخير يا دوك. مساء الفل يا ست الكل. ما خلاص يا واد، ربنا تاب عليا منها. حد يصدق انك تبطل المزاج؟ دي هي المزاج كله يا كشك. يلا فل بيا، قوم احيي المجال. يلا يا ست الكل، خليها تبقى ليله فل. يلا انتي بطلتيه عشاني وانا اتعلمته عشانك. والحدق منشكح قويك مني بطلته، ومنشكح اكترك منك انت اتعلمته. بس انا بغير لما بروح لكم البيت واشوف معاملته ليكي. مهلبية انا بحبك، فاهمة يعني ايه بحبك؟ يعني ما طيقش اشوفه يلمسك قدامي. يا حبيبي وحياة ابني ما خليه يقرب لي من هنا ورايح. خايف عبد ربه يكشفنا يا مهلبيه. لا، من الناحيه دي اطمن قوي، انت عارف قد ايه هو بيثق فيا. مهلبيه انا عايزك تبقي ظريفه معاه، انسي اتفاقك معاه انه ما يلمسكيش. اصل الحكايه دي ممكن تخليه يشك في علاقتنا كده اهو. على كل حال يا مهلبيه، ده جوزك اولا واخيرا. ايوه صحيح، ده انا كنت ناسيه. انا ضميري بيعذبني يا مهلبيه. يا سلام، مش معنى دلوقتي بعد سنتين على غفله كده. عبد رب جوزك، خش اطمن بسرعه.
اخش؟ طبعا اتفضل اتفضل يا معلم. انا ما عنديش حد جوه. لازم بقى الوزه اللي انت موعدها فرقعتك ولا ضربتك بومبه. فعلا ما جاتش. معلش ملحوقه. على العموم سيرها تيجي. هي هتروح فين؟ لا تتفضل استريح. لا ما بديهاش، اصلا انا مؤاخذه رجعت تاني عشان افتكرت ان انا نسيت اديك الهديه الحلوه دي. ايه دي؟ ده حق عنبر ما تقولش لعدوك عليه. مش فاهم. حتى منه قد راس الدبوس على فنجان قهوه ساده هتخليك ضيان الضيان. هتدعي لي انت وهي. الله، ايه الحركات دي بقى؟ لا ابدا ده يا لئيم فاقسك. انا حبس الوزه في القفص وتقول لي ما جاتش؟ ابدا يا معلم، ده انا عايز اقول لك يعني يابا لا تقول ولا تعيد. انا لا شفت حاجه ولا سمعت حاجه، ثم احنا اصحاب، وعلى راي المثل الصاحب ليه على صاحبه كده وسلفيه وشهاده زور. مدك بعافيه يا فلان جاهد. كيف حالك؟ سلام. شد حيلك ان شاء الله. حتى ادرس تبوس وابقى كده. مع السلامه يا معلم. ايه الحكايه؟ ايه اللي جابه ده؟ طب يلا هات شربك وتعالى نخش جوه. معلش يا مهنبيه، لازم انزل دلوقتي، عندي شغل مهم في العياده بعد الظهر. الو؟ لا يا فندم، الدكتور ما جاش. هو قال انه مش جاي بعد الظهر النهارده. ازاي؟ هو قال ان عنده شغل مهم في العياده بعد الظهر. طيب اسمع يا منيل، انت اذا رجع واتصل بيك خليه يكلمني ضروري في البيت. اما النهارده حصل حته الدين فصل، انما يموت من الضحك. خير؟ الدكتور مجدي. الدكتور مجدي ماله؟ مش سامع ان عنده جرثوميره؟ ها؟ او ربنا كده. الواد ده جن قوي. تتصوري واحده طالعه وواحده نازله، واحده طالعه وواحده نازله. ايش عرفك؟ الله، ما انا بروح له فيها وهو قال لي على كل حاجه. مش احنا خلاص بين اصحاب؟ الله الله، بحضرتك سايبني في البيت طول النهار زي الطوبه وداير لي على حل شعرك. افهميني بس. انا مش هفهم حاجه. الدكتور ده ما تشوفوش غير في البيت هنا وبس، ما تروحلوش ابدا احسن هيكسر اخلاقك. بتغيري عليا يا مهلبيه. امال يعني هغير على مين؟ ربنا ما يحرمنيش منك يا حبيبتي. عبدو عبدو، يا ساتر استر يا رب، اللهم اجعله خير. الو؟ لا يا ست هانم مش موجود. هو ما رجعش من ساعه ما نزل الصبح. والله مش عارف. مع السلامه. هي برضه الست المي سياها اللي بتكلمه كل يوم؟ حرام عليك يا نفيسه، مجدي دلوقتي مش ملكينا، ده بقى ملك الناس. طيب ما احنا كنا بالرب للناس. مهلبيه، مالك؟ ايه اللي جابك دلوقتي؟ ابعد عني يا سافل. هي فين؟ هي مين؟ الموش اللي معاك هنا. محدش معايا يا مهلبيه. لا يا شيخ، والنبي ايه؟ انا شايفاها بعيني، شايفاها بعيني. عليا انا الكلام ده؟ انا قلبي حاسس انك بتخوني. انت
بقالك مدة وتغير. قلبي أنا هفهمك. وكنت تشرب معاها ويسكي. قلبي قلبي يا علي بلاش فضايح الناس ساعتها. أنت بتقول يا علي؟ أنت بتقول يا علي بعد ما خطفت في حياتي؟ قلبي قلبي ما تسيبنيش. علي يا رب يا رب يا رب. قلبي حياتك عندي أنا جيت لوحدي ومن ساعة ما سبتك وأنا بفكر فيك. أنا عارفة أنت بتفكر فيك. ما تسيبنيش ما تسيبنيش ربنا يخليك ما تسيبنيش. لو سبتني هضيع يا مجدي هضيع عشان انساك يا حبيبي. لازم اعرف راجل تاني وتالت. ربنا يخليك ما تسيبنيش. قلبيه فهميني، عبد ربه في الاول ما كانش صاحبي، دلوقتي بقى صاحبي وانا بتعذب. يعني انا اللي ما بتعذبش؟ أنا اللي عايشة مع راجل وبحب راجل تاني. أنا مستعدة أطلق من عبد رب وأعيش معاك من غير جواز. قدامك فرحة ولمة. والنبي يما بعد نقطة واحدة. أيوة ديش شوفي كده. يا رب. يا أخويا هو ده وقته. ما تاكلي يا حمادي، اصبطي لي كوخه ولا مش عايزه. شاهده بقى. الله وحشاني وحشاني يا سفينه. قوي قوي قوي. ايه ايه لا ايه ده دي برضو شقة الدكتور مجدي؟ كانت شقته، انا خدتها منه. يعني هو مش موجود؟ لا طبعا مش موجود. حضرتك عايزاه في حاجة؟ لا معلش، هو مش هيجيلك تاني؟ يجي يعمل ايه؟ بقولك خلاص انا خدت شقة، يعني بقت بتاعتي. اسف. تسمحي المفتاح اللي معاكي ده بتاع الشقة؟ لا ابدا ابدا. انت كنت بتجيله هنا كتير؟ عن اذنك. ابقي غيري كلون الباب، اصلي ساعات كنت بدي المفتاح لجماعه اصحابي. مهلبيه؟ في ايه؟ ايه اللي نزلك دلوقتي؟ ما تلمسنيش، مهلبيه ما يلمسهاش غير الرجاله. الله، جرى ايه؟ ايه اللي بتقوليه ده؟ بقول لك حقيقتك اللي انت عارفها كويس، تقدر تقولي سبت الشقه ليه؟ عايز تهرب مني؟ مهلبيه مش كده، احنا في الشارع. ابعد عني. تعالي بس سيبني بس عصبيه. تعالي هنتفاهم. سيبني على ايه؟ كفايه اللي جرالي منك. ما تبقيش عصبيه كده يا مهلبيه. عايزني ابعد. تعالي بس. عايزني. تعالي عشان نتفاهم. نتفاهم على ايه؟ هتقولي عبدالرب وصاحبك؟ ما انت بقالك سنتين بتعرفني، اشمعنى دلوقتي ضميرك صحي على غفله؟ مش كده يا مهلبيه، ده انا بحبك. بحبك؟ انت بتحب نفسك وبس.
هتضربه في السجن، لكن ارجل منك وجه دوري عشان اقف جنبه واردله جميله عليا، الجميل اللي كنتوا مع واحد ما يستاهلوش. هتسكتي ولا سيبك وامشي كمان؟ خساره فيك كل دي قعدت لك من عمري. يا واسخ يا حقير يا رجل يا كافر يا جبان، هتفضل طول عمرك جبان يا كافر يا حقير يا حقير كل ربنا يشيل منك، ربنا يشيل منك، ربنا يشيل منك. اهلا وسهلا ست هاني. اهلا بيك. اسف جدا يا هانم اللي اتاخرت عليكي. لا معلش، انا عارفه ظروف شغلك، الله يكون في عونك. سيجاره؟ لا ميرسي. العقد جاهز ومتسجل، وده شيك بنصيب حضرتك. في الحقيقة أنا مش متصورة أبداً إنك كنت تجيب لي مبلغ كبير زي ده في الفيلا، واحد غيرك كان. يا ست هانم ربنا يغنيها بالحلال. وحضرتك هتشرف تستلم الفيلا إمتى؟ الفيلا أنت هتفضلي فيها زي ما أنت. أنا ما عملتش كده إلا عشان أخلصك من مشاكل بقية الورثة، إخوات المرحوم جوزك. يا خبر، أنا مش عارفة أقول لك إيه. ما تقوليش حاجة. لازم تعتبريني أخوك الكبير اللي تقدري تطلبي مساعدته في أي وقت. ربنا يخليك. على العموم انت اثرتني بكرمك، وكل اللي اقدر اقوله ربنا يبارك لك في اولادك. اولادي؟ ايوه. يا ريت. انت ما عندكش اولاد؟ لا ابدا. غريبه. هنعمل ايه في امر الله يا استهانه؟ ربنا يعوض عليك. ما افتكرش، لو كان عاوز كان حصل من 15 سنه. ايه لما فر من قضاء الله. على كل حال مش لازم تتضايق، ربنا ما بينساش حد. استأذن انا بقى. الله، والقهوة؟ اذا كان ممكن تشرب عندي في البيت الليله دي. والله اذا كنت تسمح، وما تنساش ان ده كله من خيرك. استغفر الله، انا تحت امرك. يبقى خلاص، هستناك الليله على العشاء. الله، ما كانت قهوة يا استهاني. انت تستاهل الدنيا كلها. ده بس من اصلك، شرفت وانستي.
عشان خاطري. يا انا اكلت كتير قوي. ما تكسبنيش، ده انا اللي عاملاه بنفسي. هو انت ست بيت كمان؟ امال انت فاكرني ايه؟ بصراحه كنت فاكر انك ست حلوه بس. صحيح انا حلوه؟ احلى من كرنب المحشي 100 مره، ومش احلى وبس، يظهر انك اطعم كمان. ترمس ده ايه؟ ده انت مقامك فوزدو. نفسي رايحة عليه. نعم يا اختي. هتعرف بعد 9 اشهر. بتتكلمي جد؟ امال بهزر. سرك يا ابو العباس. حاول العربية دي كلها هنا. يعني عبد الودود ما جاش. معلش. الشغل لازم ياخد حقه. الله، انا فين في بيتك يا سعد. الساعه كام دلوقتي؟ الساعه 12 وربع. يا نهار اسود. الله، ترى ايه يا سعد؟ ما تخليك شويه. معلش اصل ايوه. ايه ده؟ هتقعد كده البس هدومك لطيفه. عندك حق. هشوفك تاني يا سعد. ان شاء الله. كنت فين يا سعادة البيه لحد دلوقتي؟ لولا انت لسه صحية؟ يا سلام، وانا معقولة يجيني نوم وانت متأخر بالشكل ده؟ غصب عني يا لولا، اصلي الزبون كان متشعلق فيا قوي. متشعلق فيك؟ اصلي كنت وحشه. ايه الكلام اللي بتقوله؟ اصلي بقالي كتير ما اشتغلتش معاه.
والشغل يخليك تتأخر بالشكل ده؟ يعني انكروت؟ لا يا سيدي، بس كمان ما يصحش تسيبني لوحدي. احنا بتوع الليل واخره، وضل بقى كاسين وقعده عاديه على ما غير هدومي. وللصبح، وشرفك للصبح. ايه انت ماشي حافي؟ امال فين جزمتك؟ يظهر اتنشلت في الاتوبيس. احنا بتوع الليل واخره يا جميل. دودي دودي يلا يا حبيبي، كل حاجه جاهزه. دودي 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 دودي، انت نمت يا دودي؟ هادي الخيبه. تعالى 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 حياتي، انت حلوه، انت طعمه، انت ورده. بطل دلع بقى. ايه على غير تحب ادلعك كمان؟ انت حلوه. لا دلعني ولا دلعك بصراحه كده. انا عايزه عماره الدقي تكتبها باسم عمر. وانا ليا حاجه في الدنيا؟ ما كله بتاعكم انتم. انا ما قلتش حاجه، بس زياده في الاطمئنان من الفقريه الثانيه اللي انت مش عاوز تطلقها وسايبها كده زي البيت الواقف. يعني اعمل ايه يا ليلى؟ ارميها في الشارع؟ دي غلبانه وملهاش حد. يا سلام، ما تتجوز ولا تروح في داهيه. يا ستي ما بعيد عننا لحد لا سمع لها حس ولا خبر. يبقى خلاص تنفذ اللي قلت لك عليه. حاضر، خلاص يا سعود، هنكتب عماره الدقي باسمك والفيلا دي كمان. مبسوط؟ استريحت يا ستي. ربنا يخليك، واحنا لينا مين غيرك؟ تسمح لي بقى يا سو عمر ابوس امك؟ طب بلاش بلاش. الله الله ده العكروت باين انه عملها. خدي خدي يا دادا خدي. عاجبك كده؟ وماله، من حقه. اذا ما كانش هيتدلع على بابا هيتدلع على مين؟ على قلبي احلى من العسل. يا حبيبي يا دودي. البي موجود؟ ايوه. نقول له مين؟ انا الست بتاعته. الست بتاعته؟ ايوه القديمه. اتفضلي. عزيزة. ايوة يا عبد الودود. ايه اللي جاب الولية دي هنا؟ انا عارف علم علمك. في حاجة يا عزيزة؟ ايوة، عايزك في كلمتين بيني وبينك. استنى هنا، في ايه بينك وبينها علشان تكلمك على انفراد؟ نعم يا اختي، انا عايزة اقول له حاجة هتفرحه قوي. حاجة تفرحه؟ هو انت حواليكي حاجة تفرح؟ امشي اطلعي بره قبل ما اخلي الخدامين يطردوكي بره. انا اطرد بره؟ هي حصلت لي كده يا عبد الودود؟ عاوزه تقولي ايه بس يا عزيزه؟ اتكلمي، مفيش حد هنا غريب. انا حامل يا عبد الودود. ايوه، انا كنت النهارده عند الدكتور وكشف عليا وهو اللي قال لي كده. والدكتور ما قالكيش حامل من مين؟ اخرس اخرس انت يا نصابه يا مجرمه. حامل بعد 15 سنه؟ انت فاكره انا ايه، مغفلين؟ هي مفتريه. وبعدين اسمع، انت لازم تطرد النصابه دي بره، وكمان لازم تبلغ النيابه احسن تعمل عملتها السودا وتكتب اللي في بطنها باسمك. اللي في بطني هيتكتب باسم ابوه، حامد عبد الودود المقاول الكبير. بس انا مش ابوه. انت كمان بتتهمني بشرف؟ اللي فاضل لي من الدنيا دي يا عبد الودود؟ اجري اجري يا ستتي، نزليه بلاش فضايح. انزله؟ يرضيك انزل ابنك يا عبد الودود؟ وبعدين بقى؟ ايوه عياطي يا اختي عياطي، فهمة بريالة. اذا كنت عاوزه فلوس عشان تنزليه اتفضلي. انزله؟ انا انزل ضنايا منك يا عبد الودود؟ انت كدابه، هو لا ابوه ولا يعرفه. اتفضلي اخرجي بره بره. ما تتكلم يا عبد الودود، اتكلم. ما هي كمان عندها حق. اسمع، اوعى تسكت على الحكايه دي، دي وليه مجرمه. انت لازم تشوف محامي، لازم تطلعها يا عبد الودود، فاهم يعني ايه؟ لازم، ما هو يا انا يا هي. ايه ده يا راجل، انت اتجننت؟ ما تقعد وبلاش شغل العيال ده. كان لازم تتفرج على عمر وهو بيضرب في الواد اللي قدامه، في ثانيه واحده كان جايبه الارض. ايه ده يا بابا، انت بتتمرن مع ماما ولا ايه؟ هات فلوس، هات فلوس الاول. ليه انت لحقت تضيع مصروفك؟ يوه من زمان. انت هتقر على الواد ليه؟ ما تديله فلوس خليه ينبسط. عاوز كام؟
اتفضل يا سيدي، ادي الخمسة جنيه. لا انا عايز الخمسة من نقطة. انا معرفش غير الموزة من نقطة، انما الخمسة من نقطة دي ما سمعتش عنها. يا بابا خليك حد امال، وابي بالخمسين جنيه. لا مش معقول. طال يا سيدي امر، خليهم مية. لا لا، خد الخمسين جنيه هم، اتفضل بس، واستغنيك عن البوش. تصبح على خير. ما يبني ما تقعد معانا شوية تستريح. مش ممكن يا بابا، لازم احتفل بانتصاري الليلة. طيب يا حبيبي، بس ما تتأخرش عن الساعة 3 الصبح. حاضر يا ماما، تصبح على خير. مالك يا عبدو؟ أنا؟ أيوة أنت، إيه اللي شغلك للدرجات دي؟ الدنيا. لا بس دي مش عوايدك. كانت عادة وبطلتها والظهر رجعت لي تاني. إيه ده؟ أنتم لسه ما لبستوش؟ يعني شايفنا عريانين؟ النهارده الماتش نهائي بيني وبين وحيد، كسبته يا خسرته كل حاجه. انا مش عارف انت مهتم بالماتش ده ليه. ما انا لو اتغلبت يا بابا مش هقدر ارفع عيني في ألفت بعد كده. يا سلام يا عمر، هي ألفت هتتجوزك عشان اللعب ولا عشان اصلك واخلاقك؟ انا مش عارف ليه متعلقه بيه، والغريبه الولد بيبص لي كاني سرقته نهبته. تلاقيه كان نفسه يتجوز ألفت. انا لازم اكسب الماتش ده، ولازم ألفت تكون موجوده عشان تحرم تفكر فيه، وان شاء الله هتشوفوا بنفسكم. عن اذنكم، انا عندي شويه شغل في المكتب هشطبهم وحصلكم. طيب يا ماما، وانت يا ماما مش جاي معايا؟ لا سيبك من ماما، انا ايه اللي خليني اروح اتفرج على اتنين بيضربوا بعض؟ ولو شفته بيضربك ضربه جامده هنط من وسط الناس واخزق له عينين. حياتي يا ماما عشان خاطري. طيب يا حبيبي علشان خاطرك هلبس وهحصلك. اهلا، اتفضلي يا حبيبتي. ازيك يا ألفت؟ كويس انك جيتي، حتى عشان نروح الماتش سوا. ايه في ايه؟ حد معاكي؟ انا نسيت ليلى. انتي؟ مش معقول، ايه اللي جابك؟ عايزه مننا ايه تاني؟ جايه بعد ما سابك عبد الودود بعد 20 سنه تقولي انك حامل برضه؟ لا انا مش عايزه حاجه من عبد الودود، انا عايزاكي انتي. انا؟ ليه؟ جايه تقولي انك حامل مني؟ يا ست ليلى انا مش جايه اكلمك كاتنين ستات بينهم راجل، ابدا. انا جايه اكلمك كأم بتكلم ام. قصدك ايه؟ ابنك هيرتكب جريمة. جريمة؟ هيقتل ابني. ابنك؟ ايوه، وحيد يبقى اخو عمر. انا مش فاهمة حاجة خالص. النهاردة ناوي يلعبوا وهيقتل. تصوري، تصوري لو اتنين اخوات قتلوا بعض، انا هخسر ابني وانتي ابنك هيضيع مني. مش كفاية انهم اتحرموا من بعض المدة دي كلها، وفي الاخر واحد يتقتل والتاني يخش السجن. يا ست ليلى، يا ست ليلى، احنا عشنا دنيتنا كلها بحلوها ومرها، احنا الماضي وهم المستقبل، مش ممكن احنا نكون سبب عذابهم ابدا. يا ست ليلى ارجوكي اتكلمي، اتصرفي، اعملي اي حاجه. اطمني يا استاذه، اطمني. يلا بينا، يلا يا ألفت. عايزه مش ما تخافيش. انا خايفه لا يعمل فيه حاجه. مش معقول هيعمل فيه حاجه. تعالي معانا على البيت، انا متاكد انهم هيرجعوا. عنده بيت فيهم يا عبد الودود. بيتنا كلنا يا استاذ. يلا بينا. يا ترى يا ابني هيعملوا فيك ايه؟ تفضلي يا استاذ عزيز. يعني مجوش. اطمني يا استاذ، اطمني. يا ترى انت تاني وحيد؟ يا ترى اخوك عمل فيك ايه؟ هيعمل فيه ايه بس يا استاذ عزيزه، ده اخوه برضه. اتفضل اتفضل. دول كانوا بيلعبوا بعض زي ما يكون في بينهم طهار. يا ترى راحوا فين؟ يكونوا شرحوا عند ألفت. ألفت ما هي جت معانا. اطمني وما تشغليش بالك.
احنا ما صدقنا تلمينا على بعض، والضفر عمره ما يطلع من اللحم. عن اذنك يا ست عزيزه هجيب لك حاجه ساقعه. عاتبك كده، انت السبب في ده كله. سامحيني يا عزيزه. بسم الله توكلنا على الله. اين العريس؟ ايوه العريس. ايوه تعالى. ايوه بابا. بسم الله الرحمن الرحيم. مين فيكم بقى اللي هيتجوز ألفت؟ وحيد. انا قلت وحيد. وانا قلت عمر. ودي خلفه ايه بقى اللي تسر الخاطر دي؟ اول مشكله بينكم مش عارفين تحلوها. انا عندي فكره. ايه؟ لحظه واحده، تعالى معايا. الله، تعالي هنا. عبد الودود هو واخد اخوه رايح على فين؟ يمكن هعمله قرعه. قرعه؟ اه. ما هذا؟ هو عرس مزدوج؟ لا لا، اصلهم اخوات. وهل يمنع هذا ان يكون لكل منهم عروس؟ ام هو مشروع انتاج مشترك؟ على اذنك يا ماما. ايه؟ قلتوا ايه؟ اقعد يا اخي بقى ما تكلمنيش. مبروك يا ولد. اكتب يا مولانا. العريس اخويا وحيد حامد عبد الودود. مبروك يا عزيز. ربنا يخليك لولادك وكل بيتك وليكي انت كمان.